لم يعد بإمكان ملاكٍ الخروج بحرية كما كان من قبل. من ناحية يحيى ومن ناحية أخرى رجال طارق لا يعلمون ملاك. يخشى فيصل أن يؤذي يحيى ملاك ولا يسمح له بمغادرة المنزل. لم يعد بإمكان ملاك الاتصال بإليف كما كان من قبل. يبذل فيصل قصارى جهده لحماية إليف. يواصل رجال طارق تعقب ملك. شفق التي تؤجر منزلها لجوليت سراً من والدتها محاصرة. عندما تقول والدتها إنها تريد رؤية المنزل، لا تعرف شفق ماذا تفعل. بينما تحصل بارلا على نصيحة من حميرة بشأن الاقتراب من كرم، يخرج كرم وثريا لتناول العشاء معاً. يقترب كرم وسوريا من بعضهما البعض أكثر فأكثر. هذا المساء في إليف، تتولى سوريا مهام التصوير الفوتوغرافي للشركة. عند سماع ذلك، تشعر بارلا بالأسف على حميرة. ماذا ستفعل بارلا عندما لا تتمكن من الحصول على الدعم من حميرة؟ تشعر شفق بالارتياح الشديد عندما تعلم أن والدتها لا تفهم اللعبة التي تلعبها في المنزل. لكن ليمان مصمم على العودة إلى منزله ورؤية ما سيحدث. تبدأ شفق بالبحث عن طريقة لمنع والدتها من معرفة الحقيقة. من ناحية أخرى، بارلا التي تأتي لزيارة كرم تصدم عندما ترى سوريا في الشركة. عندما علمت بارلا أن الثنائية يعملان معاً، وجدت الحل في التواصل مع حميرة. ومع ذلك، تشعر بارلا بالصدمة عندما لا تتلقى الدعم الذي كانت تتوقعه من حميرة. ماذا ستفعل بارلا التي لا تريد أن تكون سوريا قريبة من كرم؟ تانجو شفق بأعجوبة من القبض عليها من قبل جوليد، لكنها تحاصر عندما تسأل والدتها باستمرار أسئلة حول المنزل. تماماً كما يقترب ثريا وكرم مرة أخرى، يحدث جدال كبير. شفق تطلب من جوليد استئجار المنزل. جوليد التي تأتي إلى وكيل العقارات لإجراء الإجراءات، تتفاجأ برؤية شفق هناك. ينقذ الوكيل العقاري شفق التي يتعين عليها تقديم تفسير لجوليد من ظهور الحقيقة. من ناحية أخرى، لا تعلم ليمان أن المنزل مؤجر لجوليد. يتعين على شفق أن تلعب ألعاباً مختلفة لإخفاء هذا الموقف عن والدتها. من ناحية أخرى، بارلا الذي لم تنجح لعبة مرضه يغادر القصر على عجل. مع رحيله، بدأت ثريا وكرم في التقارب مرة أخرى. ومع ذلك، تحدث مشاجرة غير متوقعة بين كرم وثريا. إذن من هو على حق في هذا النقاش؟ لا تستطيع شفق أن تتحمل بقاء جوليدا وعائلتها في المتجر وتجد طريقة لمساعدتهم. لكن الطريق الذي يجده يسبب لشفق مشاكل لم يتوقعها أبداً. تستمر جوليد التي تقيم في المتجر مع أميرهان وملك في البحث عن منزل. شفق التي تريد أن تفعل شيئاً لهم، تريد أن تمنحهم المنزل الذي أعدته والدتها لها. مع العلم أن جوليد لن تقبل مثل هذه المساعدة، تعقد شفق اتفاقاً مع وكيل عقاري وتسمح لجوليد باستئجار المنزل مقابل مبلغ زهيد. جوليد التي تشعر بالسعادة للعثور على منزل جديد، تشارك عائلتها حماستها غير مدركة لكل شيء. لكن هل ستدرك جوليد التي تواجه حدثاً غير متوقع أن كل هذا هو لعبة شفق؟ تترك جوليد في المنتصف عندما يتخلى مالك المنزل عن استئجار منزلها. ترى بارلا أن خدعة مرضها لم تعد فعالة. بينما تستعد جوليد للانتقال إلى منزلها المستأجر الجديد، تعلم أن المالك قد تخلى عن استئجار المنزل وتشعر بالحيرة بشأن ما يجب فعله. ورغم إصرار جوليد تولي التي تبقى في الشارع مع أبنها، إلا أنها لا تذهب إلى منزله. جوليد التي وجدت الحل للبقاء في المتجر لفترة من الوقت، تبدأ في البحث عن منزل مرة أخرى. عندما تسمع شفق كل هذا، تفكر فيما يمكنها فعله لمساعدة جوليد. من ناحية أخرى، مرض بارلا يسمح لها بالبقاء في القصر وتكون قريبة من كرم. من ناحية أخرى، لا يستطيع كرم منع نفسه من التفكير المستمر في سوريا،
على الرغم من تحرك بارلا. ماذا ستفعل بارلا عندما ترى أن المرض الذي أخبرته كيرم لم يعد يعمل؟ تحزم جوليد أمتعتها لتنتقل إلى منزلها الجديد. ما هي المفاجأة السيئة التي تنتظر جوليد التي نجت للتو من تركها في الشارع؟ ثوريا التي تعتقد أن بارلا وكرم على علاقة تبدأ في التصرف بقسوة تجاه كيرم. على الرغم من أنه حزين في الداخل، إلا أنه غير مرتاح للغاية لوجود سوريا بارلا الذي يتعين عليه الحفاظ على مسافة بينه وبينه. تحاول بارلا التقرب من كيرم بالتظاهر بالمرض. من ناحية أخرى، تحزم جوليد أمتعتها للانتقال إلى منزلها الجديد. أميرهان حزين جداً لترك مدرسته وأصدقائه. تشعر جوليد بالصدمة عندما ترى ابنها في هذه الحالة، لكنها لا تستطيع فعل أي شيء. بينما تقوم جوليد بحزم أمتعتها، تتلقى أخباراً غير متوقعة. ما هي العقبة التي ستواجهها جوليد التي تحلم بإعادة بناء كل شيء هذه المرة؟ عندما ترى سوريا أن بارلا وكرم قريبان، فهو متأكد من أنهما عاشقان ويشعر بخيبة أمل كبيرة. من ناحية أخرى، جوليد في عجلة من أمرها للبحث عن منزل. هل ستتمكن جوليد التي تحاول تجنب تركها في الشارع من العثور على منزل؟ تمرض بارلا فجأة وتسقط بين ذراعي كيرم. عند رؤية ذلك، تشعر ثريا بخيبة أمل كبيرة وتعتقد أن كيرم وبارلا عاشقان. بارلا سعيدة جداً عندما ترى أن كيرم مهتم بها. من ناحية أخرى، بينما تبحث جوليد عن منزل جديد للانتقال إليه، تعلم أن المنزل الذي تعيش فيه قد تم بيعه. تأتي تولي الإنقاذ جوليد التي تعتقد أنها ستنتهي في الشارع إذا لم يخلو المنزل في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن تولي تريد أن تأخذ جوليد إلى منزلها، إلا أن جوليد لا تريد أن تضعها تحت هذا العبء وتواصل بحثها عن منزل. ماذا ستفعل جوليد التي تتجول في الشوارع بلا حول ولا قوة؟ عند سماع ذلك، تريد تولي أن تفتح أبواب منزلها لجوليد. من ناحية أخرى، سيتعين على جوليد استئجار منزل متهدم لتجنب تركها في الشارع خلال فصل الشتاء. يغضب طارق بشدة عندما يكتشف أن رنا لديها صديق. من ناحية أخرى، يشعر رنا بسعادة غامرة لأن اللعبة التي لعبها للقبض على طارق كانت ناجحة. تدعو رنا طارق وحميرة إلى منزلها لتناول العشاء. على الرغم من أن طارق لا يريد ذلك،